السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن انواع القروض وبالاخص وسبيشالي كريدت كارد والديبت كارد. لو انت اول مرة تعدي على القناة هنا، اتمنى بس ان حضرتك تنزل تعمل اشتراك في القناة. ان القناة بتتكلم عن كذا حاجة، بنتكلم عن التخسيس، بنتكلم عن الساعات، وان شاء الله نتكلم في مجالات تانية تخص التقنية والتكنولوجيا والموبايلات وفي كذا حاجة تانية. فاتمنى حضرتك تدعمني بلايك وكمان تشترك في القناة. ولو ما عجبكش الفيديو اتمنى تكتب لي تحت في الكومنتات ما عجبكش الفيديو ليه وايه اللي ممكن يتعدل عشان ان شاء الله اعدله في الفيديو كامل. فيلا نبدا الفيديو دلوقتي. هنتكلم عن انواع البطاقات والبطاقات انواع البطاقات. نتكلم الاول عن بطاقه الديبت كارد. الديبت كارد دي بطاقه عامله زي اكنك بتحط فلوس في البنك. هي فعلا بتعمل كده، انت بتعمل بطاقه اسمها ديبت كارد، بتحط الفلوس في البنك وتبتدي يبقى معاك البطاقه دي تسحب من الفلوس اللي انت حاططها، عباره عن حصاله او يعني حافظه ادخار، تمام، بدون دخول في اي تفاصيل، تمام. دي الديبت كارد. فطبعا لو الديبت كارد دي الفلوس اللي فيها خلصت خلاص كده الديبت كارد ملهاش لازمه. من مميزات الديبت كارد ان هي لو اتسرقت لا قدر الله الفلوس اللي موجوده هي اللي هتتسرق فقط. يعني هي لو انت مثلا حاطط في البنك مثلا وليكن 500 جنيه، ده اللي هيتسرق من البنك او ده اللي هيتسحب من البنك، ده اذا طبعا عارف الباسورد وكذا حاجه تانية، تمام. من عيوب الديبت كارد ان هي ما فيهاش فلوس. يعني انا بحتاج مثلا، انا وليكن مثلا خلاص فلوسي خلصت في الحصاله اللي انا حاططها دي او الحساب اللي انا حاطه ده، الفلوس خلصت فاحنا محتاجين فلوس تاني. فهي دي من عيوب الديبت كارد. الديبت كارد اخرها خالص السيلينج بتاعها او السقف بتاعها الفلوس انت بتحطها في حساب البنك وانت بتسحب منه. اما بقى الكريدت كارد ده عكس خالص. الكريدت كارد الشركه، لو انت موظف في شركه او انت بتتعاقد مع بنك او مع شركه او الشركه او انت شركتك بتتعاقد مع البنك، بيحصل ايه؟ بيحصل ان البنك بتقول له لو سمحت انا عايز اعمل بالكريدت كارد او انا عايز اعمل كريدت كارد، فيبتدي ياخد منك بقى شويه معلومات ويبتدي ياخد ضمانات وهكذا، فيبتدي يعمل لك كريدت كارد بس مش على حسابك الشخصي، يبقى على حساب البنك، ويبقى طبعا طبعا بتبقى ضعف مرتبك او يمكن اكتر كمان. يعني انت مثلا لو مرتبك 1000 جنيه وليكن نفترض ان هو مرتبك 1000 جنيه هديك 2000 جنيه، تمام، وتبتدي تسحب في 2000، فانت بيبقى معاك مثلا ضعف مرتبك. فانت لما بتيجي تسحب ما بتسحبش من حسابك الشخصي، خلاص احنا لغينا حساب الشخص ده على جنب، انت كده بتتعامل من حساب البنك، انت كده بتتعامل من حساب البنك، ده كريدت كارد. من مميزات الكريدت كارد الجميله ان انت معاك فلوس كتير، يعني ممكن يبقى معاك ضعف مرتبك، انت ممكن تنزل تصرف وتعمل وتجيب حاجات كتير. اما بقى من العيوب ان حضرتك بعد ما بتصرف الفلوس دي او بعد ما بتصرف الفلوس اللي في الكريدت كارد بيبتدي يظهر بقى ايه، ان احنا عايزين ان انت تسدد الفلوس اللي انت صرفتها في وقت معين. طبعا انت الشركه او البنك بيبقى محدده لك طبعا في الاتفاق او في العقد بيبقى محدد لك وقت معين انك يعني انك ترجع فيه الفلوس. طب لو حضرتك ما رجعتش الفلوس يبتدي يصرف يعني يزود عليك فوائد وهكذا وهكذا وهكذا، وممكن تخش في مرحله انك تخش في مراحل الديون بتاعه الكريدت كارد على طول. فالديبت كارد، الديبت كارد الاولها دي كانت حساب زي حصاله كده او توفير، انت بتحط فلوس تستخدم فلوسك دي اخرك، وبس عيوبها ان انت لو انت مثلا محتاج فلوس زياده لا. اما الكريدت كارد بتبقى فلوس اعلى من فلوسك او ما عندكش، يعني بتبقى ازيد من فلوسك. فاستخدام الكريدت كارد بيبقى ممكن تستخدمه في حاجات مثلا انت عايز حاجه مهمه تعملها في الكريدت كارد وبعد كده تروح سددها على يعني على فترات، هو ده. لكن انت هتخش في متاهات الكريدت كارد هتخش في ديون كتير قوي. في بقى حاجه اسمها اي تي ام كار هولدر. الاي تي ام دي اللي هي اوتوميتد تيلر ماشين، كلمه اي تي ام اوتوميتد تيلر ماشين، تمام. الاي تي ام دي باختصار شديد جدا اي شركه عاديه خالص، ناس جايين موظفين يشتغلوا عندها، بتعمل لهم حاجه بدل ما يدوا لها فلوس في ازرف اللي هي بتحط الظرف بتاع زمان ده، لا احنا دلوقتي بقينا نعمل حته الفيزا. الفيزا كارد دي اللي انت حضرتك بنديك فيزا كارد واخر الشهر بتصرفها من اي مكنه. ايه اللي بيحصل؟ ان مندوب الشركه او الشركه بتروح حاطه في حسابك الفلوس دي وانت بتسحبها فقط لا غير، بس كده. الفرق بقى ما بين الفيزا كارد والماستر كارد، الاثنين واحد خالص، مفيش فرق ما بين الفيزا كارد والماستر كارد، الاثنين شركتين بينتجوا او يعني بينتجوا الكروت وبيتعاملوا في الكروت الذكيه والفيزا والبنوك والالكترونيه وهكذا، لكن مفيش اي فرق ما بينهم، دي شركتين زي اي شركتين تاني يعني ايه بيبيعوا نفس المنتج او بيصدروا نفس المنتج. الديبت كارد والكريدت كارد ينفع يستخدموه في الانترنت؟ ينفع يستخدموه في الانترنت، وليكن ممكن الديبت كارد كمان ساعات ما بيستخدموش، اما الكريدت كارد ده اساسي بيستخدموه في الانترنت.
بس كده. ده كل معلوماتنا او كل اللي انا قلت لكم بنبذه بسيطه جدا عن الديبت كارد والكريدت كارد. انا ليه ما رضيتش ادخل في تفاصيل؟ لان تفاصيل احيانا بتبقى فيها تحديث كتير، ويبقى بلدي غير البلد اللي قدامي، يعني غير البلد المستمع اللي قدامي او المشاهد اللي قدامي، فانا ما احبش اتدخل في تفاصيل. كل اللي انا هقدر اعمله ان انا بديك فكره مبسطه جدا. انت بقى لو انت عايز تقدم على كريدت كارد او على ديبت كارد، تبتدي بقى تخش في البنك اللي انت عايز فيه وتبتدي تعرف. انت بس عرفت الكونسبت او مفهوم الديبت كارد والكريدت كارد بس كده. اذا لو عجبك الفيديو اتمنى 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 تضغط لايك وتعمل اشتراك في القناه، ولو ما عجبكش اتمنى تكتب لي في الكومنتات هو ما عجبكش ليه، ولو في اي تعديلات ممكن اعدلها ان شاء الله اعدلها. انا بحب جدا اسمع للناس، بحب اسمع جدا جدا للجمهور. فبس كده، شكرا جدا ليكم، كان معكم محمد تحسين من قناة الشرشجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.